والبشرة. الحين نتكلم عن البنكرياس، إذا ما شفت الفيديوهات وهامينك ارجع شوفهم. البنكرياس كل ما يصير عليه لود حمل يفرز انسولين بعدين يتعب البنكرياس. إنزين، كل أكثر الأشخاص اللي فيهم مرض السكر ومقاومة انسولين وايد كانوا يأكلون سكريات، مو شرط السكر، لا الخبز يقلب سكر، الفواكه الزايدة، العسل، فالتعب البنكرياس، فبعدها البنكرياس ما يفرز انسولين بكفاءة، بعدها يأخذون أوبر أو حبوب أو آخر من علاجات. إنزين، البنكرياس هل نعطيه معدن معين مو مشكلة يتحمل ويرد يفرز انسولين بقوة وما يقترب؟ إيه، شنو يا جماعة؟ الزنك. ولكن وين المشكلة؟ ان اكثر الناس تاكل الزنك ولكن الجسم ما يمتصه. اذا عندك حارج ارتجاع الزنك ما يمتص، لان الزنك يحتاج حمض معدة قوي، فضروري جدا تقوي حمض المعدة. اذا كان عندك مشاكل بالسكر تقوي حمض المعدة وتاخذ الزنك. من افضل صيغ الزنك البكلونايت يا جماعة، تاخذه على طول وين يروح؟ عند الخلايا. ايش رايكم ناخذ معلومة حلوة وصغيرونة؟ شوف او شوفي بعد الاكل، بعد ما تدبينه شوف تحسين بدوخه، شوف وتنسى الحين ما ودش تحركين، وراح تشتهين الحلويات بشكل مو طبيعي والدوخين. اكبر غلط انه بعد الدوخه هذه انك تدخلين حلو. ترى انت يعني قاعد تقولين حق المقاومة الانسولين، قاعد تقولي له حياك الله، يعني انت بنفسك تروحين المستشفى يصرف لك حبوب وابر. انتبهوا معي، خلي اقولكم شو يصير بعد الاكل. ليش تحس بدوخه؟ لان البنكرياس قاعد يفرز انسولين فوق، قاعد يفرز انسولين، فقاعد يطيح السكر للجسم. ليش؟ يبي يوازن نفسه. انت ايش قاعد تسوي الحين؟ هو مرتفع صح؟ مرتفع، فارتفاعه هذا ليش قاعد يطيح السكر؟ فهني انت تحس بالدوخه. مجرد ما تدخل حلو، تخيل هو طالع ها وتدخل سكر، بعد يرتفع، بعدها راح يصير فيك مقاومه انسولين. انتبه انتبه انتبه، بعد الاكل تحوشك دوخه انطر، لا تسوي ولا شيء، حدك تشرب ماي. اوكي، ما تشوفون السكر يضر العيون. ليش؟ لان شفت الشرايين اللي توصل صغار كانهم شعره، تخيل يخربهم ويقل الاكسجين وفيتامينات المعادن حق العين. من افضل الاشياء اذا وصلت فيك مواصل عيونك تعبت، تاخذ البي واحد ضروري جدا، وتاخذ مكمل ان اي سي ضروري جدا، هذه ما فيها روح تعال. وبشكل عام حق صحه العين عندنا فيتامين اي، الزنك، عندنا البيتا كاروتين، عندنا الخضروات الصليبيه، اي شيء ملفوف على بعضه اكله وايد، هذه خضروات صليبيه. الالياف راح تاخذ السكر، يبقى شويه الانسولين يشيله، عرفنا شلون؟ انزين، في فوائد؟ إيه في فوائد. زين، أبي شيء مشابه حق التمر، أكل كاكاو مع بسكوت مشابه، بس يعني التمر أفضل، بسكوت يكون كاكاو مع بسكوت. البسكوت فيه ألياف، الألياف نفس الطريقة اللي توني شرحتها، تمتص جزء من السكر، واضح؟ تبي تمر صجي أخذ التمر اللي من غير شيء، تبي تلف يمين ويسار اطلب 2 سنيكرز، واحد حقي واحد حقك. يا هلا مرحبا. سبب كثرة حبوب الخال فجأة؟ شوف ماكو شيء اسمه فجأة، ماكو. أنا نمت قعدت، زيادة السكر راح تطيح بي ثلاثة وراح تطيح بي واحد. بي ثلاثة حق شنو؟ بي ثلاثة يا جماعة مهم جدا حق الذاكرة وايد أشياء، زائد يوصل الدم حق الأطراف. حصلت شيء أكثر الناس لما يأخذون نياسين ويهم تحكهم أذانهم تحكهم، لأن الدم قاعد يوصل حق الأطراف. لأن شنو؟ ليش يصير الحكة هذه؟ في شيء اسمه بروستاغلاندين، لما النياسين يدش بشريان يبطله هني شيء اسمه بروستاغلاندين هو يجيب لك الحكة. زائد يا جماعة نقص الحديد، هني شو يصير بالأنسجة؟ تنتلف بسرعة. بصراحة أنا عن نفسي يعني ما أقطع النياسين، عشان شي ربي لك العين، بشرتي حلجي ما في تصبغات، لونه طبيعي تحت عيني ووجهي، فدائما انا استخدمه. صحيح انه ساعات اخربط اكل سكريات وحلويات، بس ادري السكريات والحلويات تطيح النياسين، والبي واحد على طول احوضهم عاد من الاطعمه او كمكمل. زائد يا جماعه الحديد لا ينزل، الحديد من يوصل الاكسجين حق الاطراف؟ الحديد، يعني تخيل هالمكان هذا ما في اكسجين وفي تصبغات من زياده السكر. السكر شو يسوي؟ قلنا اذا تم بالجسم فتره طويله يخرب الانسجه، يخربهم، وبعدها تصير تصبغات. نفس ما تشوفون المرضى بالسكر ليش في تصير فيهم تقرحات؟ لان الاكسجين ما يوصل وعنده